السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني. اليوم حبيت أشارككم هذا الفيديو عن البط والنورس، فرجاء إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا شير واشتركوا بالقناة، أهم شيء القناة جديدة وبحاجة دعم. وبتشكركم سلف، ويلا خلينا نشوف الفيديو. هذا الفيديو لمحبين طير النورس والبطال اللي بيحبون هدول الرفقات. يلا انزلوا لتحت، يلا يلا. هذا جبان، هذا جبان، انا بزت الاكل هو بيهرب، هو هذاك، هذول جبين، هذا الغراب جبان، هتلاقي اللي بيهرب، ما بعرف ليش بيخاف، ما بعرف. يعني ليك واقفة جنبي، يعني لو بدي اكلها باكلها، باخذها هلا بطبخها على العشاء تطلع طيبة. بس هذاك جبان، ما بعرف ليش بخاف، ليك على طول تلاقي واقف فوق الغراب خايف، ما بيقرب لحتى انا اروح. ما شاء الله شوفوا ألوانها، ما أحلاها، ما شاء الله ألوانها كتير حلوة، أخضر وأبيض وبني وأسود، سبحان الخلاق. وهي كمان حلوة بني، ما شاء الله سبحانك يا رب.
لا 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 لا، عم يتخانقوا، بلشوا يتخانقوا. وي بس ما بعرف ليش هيك تعمل مشاكل، ما بعرف. تمام اخواتي، هذا الفيديو حبيت هيك اشارككم فيه. اذا عجبكم الفيديو وعجبكم الشيء اللي شفتوه، رجاء اعملوا لنا لايك واعملوا كومنت واشتركوا بالقناة، قناة جديدة بحاجة دعمكم. فاذا عجبكم الفيديو لو سمحتوا اشتركوا بالقناة، اهم شيء اشتركوا بالقناة دعمونا يعني. وتشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.